مرحبا بكم جميعا. سنتحدث في هذا الفيديو عن الأنشطة الشرطية والتي من خلالها يمكن للمدرس أن يحظر دخول الدارسين إلى بعض الأنشطة أو المصادر في ضوء شروط معينة مثل تاريخ إتاحة النشاط، درجة الطالب في نشاط آخر أو غيرها من الاشتراطات التي استخدمها المدرس في تحديد مسار تعلم للدارسين على مستوى المقرر. يمكن ضبط إعدادات الأنشطة الشرطية من خلال مربع إعدادات تقييد الدخول في صفعة إعداد لأي نوع من أنواع الأنشطة، وسوف نختار أي نشاط من الأنشطة الموجودة في المقرر، ثم ندخل على تغيير الإعدادات ونذهب إلى كتلة تغيير الدخول ونضغط على Add Restriction، وسوف تظهر لنا نافذة جديدة من خلالها نستطيع إضافة الاشتراطات، وذلك بالضغط على الشرط الذي نريده من القائمة، وسوف نقوم باختيار بعض هذه الشروط: شرط إكمال النشاط، شرط التاريخ، شرط الدرجة، شرط المجموعة، شرط الأقسام، وشرط ملف الطالب. أول هذه الشروط هو الطالب. من هذا الخيار نحدد إن كنا نريد أن نفرض على الطالب تحقيق أو عدم تحقيق الشروط المدرجة أدناه، اختيار يجب أو لا يجب، وكذلك اختيار تحقيق جميع الشروط في حالة وجود أكثر من شرط واحد، الجميع أو أي شرط من الشروط المدرجة. وهذا الخيار لن يكون متاحا في حالة وجود شرط واحد فقط. شرط إكمال النشاط يمكن من خلاله تحديد نشاط معين واجب استكماله كشرط للدخول النشاط، حيث يتم تحديد الشروط كما يلي: يجب أن يكون معلما بأنه مكتمل، لا يجب أن يكون معلما بأنه مكتمل، يجب أن يكون مكتملا مع علامة نجاح، يجب أن يكون مكتملا مع علامة رسوب. شرط التاريخ: الوضع الافتراضي لكل مصادر وأنشطة المقرر هو إتاحته مطلقا بدون قيد وقت للدارسين، وفي حالة الرغبة في حظر الدخول إلى أحد الأنشطة بوقت معين نقوم بضبط إعدادات الحقول التالية: نحدد تاريخ إتاحة النشاط ووقته من هنا، ومن هنا نحدد تاريخ حجم النشاط والوقت. شرط الدرجات يستخدم لتحديد درجة معينة يكون الطالب قد حصل عليها في نشاط سابق كشرط للدخول إلى النشاط الحالي، أو اختيار مدى محدد من الدرجات من وإلى كشرط لدخول النشاط، أو على الأقل تحديد الحد الأدنى المطلوب من الدرجات. شرط المجموعة يمكن تقييد النشاط بمجموعة معينة من المجموعات المقرر باختيارها من هنا. شرط الأقسام ويمكن تقييد النشاط بقسم من أقسام المقرر، وقد يحتوي القسم على أكثر من مجموعة. شرط ملف الطالب ويمكن تقييد النشاط من خلال ملف الطالب، وذلك باختيار أحد بيانات الطالب الموجودة في ملفه الشخصي مثل الرقم الجامعي أو الكلية أو الاسم الأول أو من خلال البريد الإلكتروني. كتلة اكتمال النشاط من هنا نستطيع فرض على الطالب إكمال نشاط معين، وذلك من خلال الإشارة إلى اكتمال النشاط، أو يمكن للطالب يدوي تعليم النشاط على أنه مكتمل، أو إظهار النشاط كمكتمل عند تحقق الشروط، وأستطيع أن أطلب منه استعراض النشاط أو المصدر من هذا الخيار، ثم الضغط على حفظ والعودة إلى المقرر. أمثلة لاستخدام الأنشطة الشرطية: نستطيع أن نطلب من الطالب تنفيذ 4 أنشطة متسلسلة ومرتبطة مع بعضها البعض، بحيث أن الدخول للمحطة التالية يعتمد على إنجاز شروط محددة في المحطة السابقة، وسوف نقوم بتحديد مسار تعلم للطالب على الشكل التالي: المحطة الأولى زيارة موقع جوجل، المحطة الثانية المشاركة في المنتدى، المحطة الثالثة الإجابة على الاختبار، المحطة الرابعة الدخول إلى مصدرين مختلفين بناء على أداء الطالب في الاختبار. بداية سيتمكن الطالب من الدخول للمحطة الأولى وهي زيارة موقع جوجل، أما باقي محطات المسار فسوف تظهر بلون خافت ولن يستطيع الدخول إليها إلا بعد تحقق شروط كل محطة، وسوف نقوم بإعداد هذه المحطات. أولا موقع جوجل، نقوم بالدخول إلى تغيير الإعدادات والذهاب إلى كتلة اكتمال النشاط. بما أن المحطة الأولى هي زيارة موقع جوجل فسيكون الدخول لها مفتوحا بدون قيد، ولكن سنقوم بوضع شرط إكمال لهذه المحطة وهو استعراض المصدر من هنا بوضع علامة صح على الاستعراض مطلوب، ثم الضغط على حفظ والعودة إلى المقرر. المحطة الثانية هي المنتدى، نقوم بالذهاب إلى تغيير الإعدادات ونذهب إلى كتلة تغيير الدخول، ثم نضغط على أضف شرط ونختار شرط إكمال النشاط ونختار موقع جوجل، ويجب أن يكون معلما بأنه مكتمل، وهذا يعني أنه لا يستطيع الدخول إلى المنتدى إلا بعد زيارة موقع جوجل. ولضبط شروط تقييد انتقال الطالب للمهمة الثالثة وهي الامتحان، سنقوم بضبط الإعدادات في كتلة اكتمال النشاط على النحو التالي: سيتطلب من الطالب استعراض النشاط المنتدى من خلال الضغط على الاستعراض مطلوب، وسنقيد إكمال النشاط الطالب باشتراك الطالب برد على نقاش قائم أو إنشاء موضوع جديد للنقاش من خلال الضغط على هذا المربع، وسنقيده بمشاركة واحدة سواء برد أو بإضافة موضوع جديد، ثم نضغط على حفظ والعودة إلى المقرر. المحطة الثالثة
هو الامتحان، وسوف نقوم بالدخول إلى تغيير الإعدادات في الامتحان ونذهب إلى كتلة تقييد الدخول. سوف نضغط على إضافة شرط ونختار شرط إكمال النشاط، وسوف نختار منتدى عام، أي أن الطالب لن يستطيع الدخول إلى الامتحان إلا بعد تحقيق شروط المنتدى العام. كتلة اكتمال النشاط، نضبط إعدادات إكمال الاختبار بأن يحل الطالب الامتحان ليتمكن من الانتقال للمهمة الرابعة عن طريق الضغط على الاستعراض مطلوب، ثم نضغط على حفظ والعودة إلى المقرر. المحطة الرابعة، سنقيد دخول الطالب لهذه المحطة وهي عبارة عن درسان منفصلان، الأول أساسي والثاني متقدم، بتحقق شروط اكتمال المحطة الثالثة الامتحان، وذلك من خلال ضبط الإعدادات في كتلة تقييد الدخول في إعدادات كل درس على حدة، بحيث يشترط أن تكون المهمة الثالثة مكتملة على النحو التالي: أولا نقوم بالدخول إلى إعدادات الدرس الأول والضغط على تغيير الإعدادات، ثم نضغط على كتلة تقييد الدخول، وسوف نضغط على إضافة شرط ونختار شرط الدرجات، نختار نشاط الامتحان وسوف نكتب 50%، أي إذا حقق الطالب معدل أقل من 50% في الامتحان فسيحيله النظام إلى الدرس الأول، ثم نضغط على حفظ والعودة إلى المقرر، ونقوم بالدخول إلى الدرس الثاني ونضغط على تغيير الإعدادات، ونذهب إلى كتلة تقييد الدخول، نضغط على إضافة شرط ونختار شرط الدرجة، ثم نختار نشاط الامتحان ونكتب 50%، أي إذا حقق الطالب 50 درجة وأكثر سوف يحيله النظام إلى الدرس الثاني، ثم نضغط على حفظ والعودة إلى المقرر. بعد ضبط إعدادات الأنشطة سوف نشاهد أول مصدر يكون مفتوحا للطلاب، أما باقي المصادر فهي ظاهرة بلون باهت لا يمكن الدخول إليها إلا بعد تحقق شروط المحطة التي قبلها.